السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على خير الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلاة ترضيه وترضى بها عنا، صلاة تنفك بها الكرب وتنحل بها العقد. أصدقائنا ومتابعينا في قناة يوميات محامي، أهلا وسهلا بحضراتكم، ورب تكونوا بخير وسعادة. في الفيديو ده هتكلم على الفرق ما بين نموذج 10 المؤقت ونموذج 10 الدائم، وده نعمل بيه ايه وده نعمل بيه ايه، خاصة بعد القرارات الأخيرة اللي صدرت من السيد رئيس مجلس الوزراء وقسمت شرائح التصالح، وخاصة في القرى لناس هتاخد نموذج 10 بشكل مؤقت وناس تانية هتاخد نموذج 10 بشكل دائم. في البداية، هو الأصل كان وفقا لقانون القانون رقم 17 سنة 2019 اللي هو قانون التصالح الخاص بمخالفات المباني، بتقنين أوضاع الناس اللي هي عندها مخالفات مباني والتصالح معاها، اللي هو انتهى في 31 مارس الماضي. صدر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء اللي هو قسم مساحات أو شرائح التصالح، مساحات اللي هي أقل من 200 متر وارتفاعات أقل من 4 أدوار دي هتاخد نموذج 10 بشكل مؤقت، وشريحة تانية اللي هو مساحات أكتر من 200 متر وارتفاعات أكتر من 4 أدوار هتاخد نموذج 10 بشكل دائم. طيب ايه الفرق ما بين الدائم وبين المؤقت؟ اولا نتكلم على المؤقت. المؤقت ده حضرتك هتقدم اوراق اللجان، طبعا مش هتنزل لان انت بتروح لما يتبعت لك اختار عشان تستكمل بقية اجراءات التصالح وتدفع بقية المبلغ، هتروح تدفع باقي مبلغ التصالح. اذا كنت هتقسط ماشي، هتدفع باقي المبلغ كاش مفيش مشكلة. هتوقع على اقرار ان جميع المستندات والاوراق اللي حضرتك قدمتها مطابقة على الطبيعة وعلى ارض الواقع، وبناء عليه في لجنة اسمها لجنة المطابقة، ولجنة المطابقة دي تابعة للادارة الهندسية في القوات المسلحة، هتنزل عشان تعاين وتتأكد من صحة البيانات اللي حضرتك قدمتها، وبعد كده تديك حاجة اسمها شهادة مطابقة تكلفتها رسومها 1000 جنيه، وبعد كده بتاخد نموذج 10 بعد ما كان مؤقت، بتاخد نموذج 10 بشكل دائم، وتكمل بقى المباني. اذا كنت عندك داخل الحيز العمراني هتقدر تعمل تعلية، تعمل احلال وتجديد، تعمل ترخيص تاني، كلام داخل الحيز العمراني. طبعا خارج الحيز العمراني لسه ما فيش اي جديد دلوقتي بالنسبة للاحلال والتجديد، لان وزارة الزراعة رافضة ان هي تدي تصريح الا وفقا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008. يعني عشان تدي لك تصريح او موافقة بان حضرتك تبني، لازم تكون الارض داخل الحيز العمراني وداخل كتلة سكنية معتمدة. كده خلصنا موضوع النموذج 10 المؤقت، نخش على النموذج 10 اللي هو بشكل دائم. نموذج 10 بشكل دائم ده اللجان الفنية هتنزل وهتتأكد من ان صلاحية المبنى، الصلاحية الانشائية، وان حضرتك ينطبق عليك شروط التصالح. خلاص انطبق عليك شروط التصالح، هتاخد نموذج 10 بشكل دائم، وتاخد جوابات للمرافق، وتبتدي تدفع بقية المبلغ. طبعا بقية المبلغ مش هتاخده نموذج 10 اللي هو الدائم، مش هتاخده الا لما حضرتك تسدد كامل المبلغ اذا كنت مش هتدفع اقساط. وبعد كده الدنيا بتمشي زي انت عاوز تعمل احلال وتجديد، عاوز تعمل اي اجراء من اجراءات المباني بعد كده. المهم النموذج 10 بالنسبة. طيب حد هيقول لي بالنسبة للقضايا، بالنسبة للقضايا النموذج 10 المؤقت هيأجل القضايا، كده كده بتتأجل بقوة القانون. يعني لو عندك محامي وخدت نموذج 10 مؤقت، هيقدم صورة منه للمحكمة ويطلب التأجيل لحين الانتهاء من التصالح، لان المدة اقصاها اللي هي في خلال 3 سنوات هتنزل لك اللجنة. ممكن ما تقعدش 3 سنوات، ممكن تنزل في خلال سنة، في خلال 6 شهور الكلام ده. فطبعا مش هتقعد ان شاء الله 3 سنوات. موضوع النموذج 10 الدائم، طبعا لما خلقت بشكل دائم هيتقدم للمحكمة، ولان انت خلاص معناته اتصالحت، معناته المخالفات اللي انت عملتها الدولة تصالحت معاك وبقى تقنين وضع. ده بالنسبة للفرق ما بين نموذج 10 المؤقت والدائم عشان
بطولش على حضراتكم، لو في اي سؤال او استفسار يتعلق بقانون التصالح او الاشتراطات البنائيه الجديده او الحيز العمراني، ان شاء الله في الفيديو الجاي هنتكلم شويه عن المتخللات او متخللات المباني، ولو عندك متخللات مباني وعاوز تبنيها ايه الحل وايه الطريقه في ظل الوضع الراهن ان انت ممكن تبني بدون ترخيص او تبني بترخيص من الجهه المختصه بعد اجراءات معينه هنتكلم بيها في الفيديو الجاي ان شاء الله. ودمتم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.